مرحبا، اهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من بخطف سيجار. اخذنا بريك شوي صغيرة نجهز امورنا، لكن راجعين بشي تقيل مثل ما بيقولوا. اليوم حلقتنا حلوة، سيجار من العم كارليتو فوينتي اوبس اكس، اسمه روزادو اوسكورو اورو بيرفكشن نمبر 4. الرابر دومينيكان ريبابليك، البايندر دومينيكان ريبابليك، الفيلر دومينيكان ريبابليك. من اكثريه الاوبس اكس هو بيكون بورو، يعني معناته كله الحشوه، الرابر البايندر كله من دومينيكان ريبابليك. طول 5.25، الجيج 42، الحجم كورونا مثل ما شايفين هون، اصدار 2015، وبيجي بعلبه فيها سيلكشن بوكسز، يعني فيها من عده انواع وعده احجام. ممكن تشوفوها على طلعوا صورتها على الجوجل وطلعوا صورتها وتشوفوا معنا واحد منهم اللي هو الكورونا اللي شايفينه هون. فرح نولع نستمتع، وهي اول ريفيو على العربي لأوبس اكس، وان شاء الله جاي كمان بعد شي 2-3. Alright. قصينا ولعنا، قبل ما اولع شميت الريحة. في عندكم ريحة، ريحة كيف بيقولوا بالمزرعة، مثل ريحة ريحة الأرض بالمزرعة. لما تكون مزرعة بتشم الريحة، هي هي الريحة، كتير ريحة زرع بقلبها. وهلا عم نولعنا شوي صغيرة حار، لكن أكيد لسه بكير كتير واحد يتكلم عن النكهات ولا هيدا هيك. لنشوف كيف، بس توليعة كدرا كمان مش من كيف يقولوا من أحسن الدرا اللي أخذتهم أنا من الأوبس إكس، لكن هذا شوي صغير، الدرا مسكر شوي بس ما بيضايق، يعني عم بقدر أسحب. وهيك أحسن بصراحة لهيدا الحجم، ما بدك إياه يكون طيارة لأنه بيحترق بسرعة، فهذا المفروض هيك يكون. طيب يلا خليكم معنا نكمل أول تلت نشوف شو بيصير. اوكي، اول تلت من الفوينتي فوينتي اوبس اكس. انستراكشن كتير حلوة، اش لون ابيض بارز جدا جدا. واللي بيسأل على طول ليش هيك، معادن الارض، معدن الارض، ما في سبب معين. كنكهات اول تلت ما في الا تلت، بيقولوا يعني تلت نكهات عم تقدر استوعبها، هي الحار، الارتي موجود كتير فيه، وشوي صغير النوع من الحلو. هول الثلاثة نوتس النكهات اللي عم تقدر تصيبها هلأ بأول تلت، فإن شاء الله يتغير بتاني تلت. لأنه صراحة يعني إذا بتقلي هلأ هذا الأوبس اكس غريب عجيب، محلك عادي، منه من أطيب الأوبس اكس اللي أنا دخنتهم. لكن أنا يعني منستنظر إنه يكون شيء فخامة. على كل مرة نحكم عليه، لسه بعدنا بأول، وخلينا نكمل لتاني تلت ونشوف شو بيصير. يلا تاني تلت الشغلة اللي بدي فرجيكم اياها، لانه الكونستراكشن رهيبة، العاش رهيبة، الولعة رائعة، ما فينا نحكي عليها ولا شيء. يعني من هيدا النوع، من هاي الناحية، كونستراكشن وحرق وهيدا تمام، الدرا تمام، كل شيء تمام. باول تلت حكيتكم انه في شوي صغيرة من الحلو، شوي صغيرة من الحار، الارتي. هلا رح نضيف شغلة تانية بتاني تلت، الحلو هلأ صار فينا، يعني كده صار واضح جدا، يعني عم نحس فيه الحلو خاصة على اللسان، ومن ريترو هيل عم تحس فيها لهي النكهة. الارتي بعدها موجودة، ممكن نضيف عليها نوع من الخشب، خشب البلوط إذا مش غلطان، ممكن أكون غلطان، ونوع من الحموضة. عارف كيف هاي النوع الحموضة، من نوع من الفواكه هيك شيء كمان. يعني صار فيه شوية زيادة نوتات من أول تلت. أول تلت كنت خايف صراحة يكون بس هدول الثلاثة، ويعني بس لا، تحسن. بس بعدني بقول مش من احسن الاوبس اكس، لكن سيجار لذيذ جدا وممتع جدا. خليكم معنا لنختمها ونشوف كيف بيخلص.
آخر تلت. سيجار ممتع جدا صراحة. بلش شوي ها يعني تاني تلت كانت نكهات غريبة عجيبة عم تطلع. آخر تلت حتى بآخر تلت لما تطلع كان في شوي صغيرة من طعم من نكهات الفانيلا لما تطلع من ريترو هيل. شغلة صغيرة اللي زادت بآخر تلت هي الحر. الحر بيلسعك يعني حتى بالريترو هيل بتحس فيه الحر. سيري حكك من أخيرة. بس سيجار ممتع جدا لذيذ جدا للحجم كورونا كتير لذيذ. هل هو من أروع الأوبس إكس من إنتاجاته؟ يمكن لا. بس كمان ما في نحكي عليه ولا شيء، ما بعاتب ولا شيء لأنه سيجار ممتع جدا جدا بنكهاته. مثل ما عودنا فونتي فونتي أوبس إكس عنده هاي النكهة تبعه، النكهة كتير كتير لذيذة موجودة فيه. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، واللي ما جرب جرب إذا تقدروا تلاقوه ليش لا. سيجار ممتع جدا. إن شاء الله نشوفكم بحلقة جديدة وسيجار جديد.